يعني بحال 30 20 محل وجوه السوق يكمل حينها ان شاء الله لا المحسن الولد كله ان شاء الله يعني هو مع المعاون ان شاء الله السيتي بالصوت ديالو ان شاء الله للأسف مش تأثر نفسية وقع السبب الناس مش فاهمني وكيشتوا الحمد لله وقاية كم جهد الحمد لله إيش فاهم تأخذ شنو لو بقى مرحبا يا شفاء ما نصور السرعة تنك للأسف زمالي للأسف أتأسف خل عصابة ذا من لان البلديه بالدرجه الاولى من اختصاص الناس من جهه الجهه من غسل المساهمه التنميه الاقتصاديه من جهه ان شاء الله في حقيقه كبيره في سلسله توان الجميع السلع بودي نائب رئيس الجهه توان التباع والتنكيج من لجنه مشات واكب مدايا وحتى ما اقتضى انه على المستوى القطاعات الحكوميه مشى ترفع القضيه انه حاول كيسن التصل مش لان ما يدوز انه مشى ترفع القضيه القضيه خصها اتزال مش راكي المعطيات بطبيعه الحال مروغ اكبر المعطيات وغاك بص الصوره نيشان من يوقع لي قوز ما لا ماشي تشكاش الوجه مش كاش تعرف لو مستر ديما زعما تصفح لا عامين كورونا عامين بلاد مياريه وقسنا سنه غاري سمحي عامين كورونا بنادم يبلع ياريه يخطيب وديتاري والو سنه غاري قدا يودان غاس 10 سنين غاس 10 سنين نشرب وادي خضص غاس حق الارباح وادي خضص غاس بانتيتي وادي خضص وشوف واخر اخر الشقاق غنغدا نشقاق عند السوق المركب اي حد رمشنا كاماريرو بنادم يسرق قهوه لذاتي خسرت ايام 400 كاس مواتع الرحمن الرحيم لابد في البدايه ان نقول انني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل والحمد لله انه المجهودات المتدخلين من وقايه مدنيات السلطات ذي وذن النضال الشباب تمكنا من مشهد سيطان خمسيه وتبدل غير حد الناس و ثم ديت نوميت كام سنين ما مش توغت تورا مارا نوميت نار الرخبه نوز درن شين داتين تبع عن قرب واتصل غاك الاخواني الجمعيين خاصه صحفي الجار دي جند رئيس الغرفه الجهويه التجاره وكذلك الاخ نائب رئيس مجلس الجهه السي صلاح وتوغت اتصل غاك السي سعيد الرحماني توغت خارج الاقليم نسد مشاء نتبع عن قرب يعني تمسيه والحمد لله ما مش انه المجهودات يتبدلن زي مره المتدخلين سيطان خمسيه وبالتالي نفغ اقل ضرر لان ما عليك يقضى يا ربي انه تيري شنت مسيت مقرن السوق يريق ثماني ديجن الازمه غير الازمه يتخرق وبلع نمريتش كذلك الازمه يتخرق كورونا وخاصه انه احراق يقى سوبر مارشي مازال يعني الجرح نسوه نتجوز وبالتالي الحمد لله انه تمكنن السيطره خاص توسيت النغله ثم ديت ولا نهار مشى نكسي المعطيات ان نبد يعني عن قرب الحجم الخسائر كذلك المتضررين ما حنكون الجنز الموقع النس هذيك الدور النس كمؤسسه منتخبه للمجلس البلدي الجهه المجلس الاقليمي لابد انه يخص ان يشفوس نهار المتضررين وكذلك لابد انه يخص نغنفكا ان السوق المركب يتجان يعني دير وسط تندين تغاسيج الموقع استراتيجي ولكن ما مش تغنت وراء بانه دين مجموعه من التجهيزات ناقصه لا على المستوى انستالاسيون تفاوت ولا على المستوى التجهيزات المتوفره لابد انها راه خصنا غنفكا غنغير يجن السوق ديال المستوى تندين تنضاي تعيش مجموعه من التحولات مشروع مارتشيكا التحولات الاخرى وبالتالي فنتمنى انه تيمسيا تيري ديجن ميساج ما حندي مره وجان مسؤول هذه تدخل ما حند مش غنغير يجن السوق ديال المستوى يسمح لي التجار ماشي مارس التجاره نسند ظروف جيده وكذلك هذه يوفر الظروف من السلامه ويتشمبو الفرصه لاي كارثه خاصه تمسي ما حند الانتشار نشك نائب برلماني من موقع المسؤوليين وكذلك النيغ بانه بضغط تنسيق الاخوان المؤسسات المنتخبه ولكن كذلك انغزاك القطاعات الحكوميه المعنيه ماشي نترفع ماشي نخارط نتساهم انه السوق هذا سنوش القيمه الناس هذا نهار الاعتبار الناس ما حنا دايرين ديال المستوى. الرحمن الرحيم
أثقاد سطاس لا دورسيتي الصحافة ماراكن غيحضان حقيقة من ويا مشتنا النائبة المحترمة ديج الفجعة فجعة نحس زي سمارة ديج المأساة نحس زي سمارة لأنه نسن الأضرار خاص غينتجن لاخ التجارة لاخ الأسر لاخ مجموعة نوذان التعامل لك السوق لهذا فجعة حقيقة ونتعتبر تواجد الصحافة ديج الدعم ضم قران ديج الدعم ضم قران التجارة لأنه نسكواض المأساة نسن الفواجع نسن أعلى هرم ديال الحكومة وخاصة رئيس الحكومة يخصه يتحمل مسؤولية الناس وزارة الداخلية المجلس البلدي المجلس الإقليمي الجهة ما يخصه يتحمل مسؤولية نسن باش نعوض إوذانا يتضرن ثم الضرارة للناس هذه مدة تتوقع منها يتوقع عن مرارا لإقليم الناظور دي مدينة الناظور يوقع عن ذي المركب معروف أولاد ميمون يوقع ذاك جن الوقت وننالج دير وقت نقج الجريدة تتغارق قناة الريف المغربية السور خاص دير وقت نيني غاسن الفاجعة الكبرى وميمي خاس السور بالعكس أنه من سني غني غاسن نشوف الله يخليكم يخسى ترهاب شوية تلك الكهرباء أتعذر ما تكمل لونتروتيان لأنه ممكن يجي الحاج طام زيادة ستؤدي إلى كوارث ذي السوق ربما ذي الفنادق ربما ذي الأسواق الأخرى لهذا ما المكتب الوطني للكهرباء يخصص أن يتحمل مسؤولية الناس يخصص هذيك لونتروتيان الكهرباء الشبكة الكهرباء لأن شبكة مهترئة في بعض الأحيان قد تؤدي 100% تؤدي إلى كوارث مثيرة لهذا نقرس من ويا يخص مار فوس كفوس مار الجميع يخص فوس كفوس الحكومة تحمل مسؤولية الناس خصها تحمل مسؤولية الناس ماشي غاتكمش تلقاي السوق نديها قاعد خايبنا قاعد خايعدر وربما مازال وعوضني ولا نسن قاع ونسن من كين يخسر لي لجنه الشفافيه ادقني جن البحث دقيق الخزان ما يزوس بينهم ما هي الاسباب نسن بانه يوقع ذي باره لو سيركوين يوفد غادا خريط ما هي الاسباب ما السبب نرجع الى ما جاهم من اهتراء لانه الشبكه الكهرباء ماشي ذي المستوى نغدي نشاح حد يخسر ادقن بحث دقيق ثم الخزان المتضررين يخسر نسن شنو حق نسن مار التعويضات نسن ماشي اسنك شنو يعني الصدقه بالعكس لان هذه الدوله والقارس قارس الدوله الاجتماعيه الحمد لله السوق الدوله الحاميه والاجتماعيه اذا من بين الامور غتطبق تطبق منويا لهذا الشيء نسد النائبه المحترمه باسم الكتاب حما هذا سنين نشلق نقيوم والملف غنتبع انا مقالو نتبع عن طريق ديال البرلمان عن طريق الأسئلة عن طريق الاتصال كذلك رئيس الحكومة وزارة الداخلية من أجل أخذ بعين الاعتبار المقترحات التجار لأنه مروع ذيرا السوق مليح مروع قد فوت لونتروتيان مليح كونوا على يقين ممكن ذي وقعدي بناوية ذي كموشان مغني ثم كذلك يجن الظاهرة يخستيني قبر يجن الظاهرة خطيرة الظهاد هو أنه من ويت غواغ الجشاش اللي بدأ غالغ التويزة أنه ذير وقت كان من الواجب الجامعة ذي عاون فبي أنه ذي نيوذان تاسن تشان خطير من ويا القيامة تغاغ جن شلشن ذي الإقليم النظر أبدا والقيام الإسلامية أبدا وتجي بالعكس أنه تاسن كيج الفاجعة كبرى حذاجين الطاون حذاجين المساعدة ذي نيوذان تاسن تشان من ويا جن خطورة ومن ويا خصنا غتنحارب كذلك لأنه يهدد المجتمع ما راه غنغيو ميودانا يهدد المجتمع يهدد المستقبل لمجتمعنا لهذا الشين باسم الكتاب دائما نرى دورنا من اجل فضح كل ما يمكن ان يمس الى تجارنا ذي 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 السوقان ذي اي جميع الاسواق واثقدهم نادور سيتي اثقد الجميع سي الاستاذ الصحفي سي حجله كذلك سي العبوسي كي يحط لنا أثقدهم لأن تحمل المسؤولية نوم والمسؤولية خاصة تقبل أنه مراوا الشن منوية خاص قان خاصو نسقاشا ما ضاع حق وراه طالب خاصنا نسغو يا نسغو هذا غير شنو حقنا وشكرا. هي اللي كتمثل إقليم الناظور أنا التواجد ديالي اليوم باش نكون بجنب الإخوان ديال المركب التجاري اللي حلت به هذه الفاجعة اللي ما كناش كنتظروها. أنا كنتواجد في الرباط اللي مشيت نهار السبت على اساس باش يكون عندنا اليوم لان كما كتعرفوا الجميع انه الجلسه ديال مجلس النواب ولكن ملي وصلني الخبر من عند الاخوان باقليم الناظور ان السور
السوق المركب للاسف الشديد يحترق. اتصلت بالرئيس ديال الفريق مع 11 الليل وطلبت منه ملتمس ديال الغياب ديالي باش نتواجد اليوم مع 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 الساكنه ديال الناظور وخاصه مع اصحاب هذه المحلات المتضرره. وكان السيد الرئيس قال لي اهم شيء عندنا وماشي هو الحضور ديال مجلس النواب، اهم شيء عندنا انك تواجدي مع الناس ومع المتضررين. وانا جيت باش نتقدم للاسف كل الاسف للاخوان اللي ضروا بهذا المنظر اللي كنشوفوا، لان المحل التجاري اللي كنا كنفتخروا به باقليم الناظور رجع عباره عن فحم. وفي نفس الوقت كنقول الحمد لله على سلامت الاخوه اللي ما ضروش، ولكن انا جيت نقول لصحاب المحلات ولا الساكنه ديال الناظور اني انا ماشي برلمانيه اللي كتواجد معهم الا في الايامات ديال الانتخابات، وانما انا برلمانيه اللي كيخصني نكون مع هاد الناس ولا مع الساكنه بصفه عامه في الوقيته اللي محتاجينها. وانا جيت اليوم باش نقول لهم انه الحمد لله حنايا انا كنائبه برلمانيه وكحزب تقدم الاشتراكيه انه كنتواجدوا معكم اليوم باش نقول لكم حنا رحنا كندعموكم وحنا جينا باش ندافعوا على الحقوق ديالكم. وانا يلا وصلت من الرباط لان جيت بالسياره ديالي، خرجت مع السته ويلا دابا شي ساعه من اللي وصلت، جيت باش نشوف قبل ما غادي نهضر خصني نعرف الاجراءات والاسباب ديال الحريق عاد باش غادي نقوموا بجميع المسطره القانونيه باش اللي كان سبب هذا الحريق كيتحمل المسؤوليه ديالو. بطبيعه الحال انا الا كنت غادي نوقف ما كنتش غادي نجي من الرباط باش انا نبان في المواقع ولا نقول ها انا جيت باش نتحمل المسؤوليه ديالي اللي هو الواجب ديالي. هاد الناس اللي انتخبوا عليا ولا ما انتخبوش عليا، انا جيت كبرلمانيه باش نخدم، وهذا الملف انا غادي يكون على عاتق ديالي وعلى عاتق الحزب التقدم الاشتراكيه. اللي انا ملي جيت في الطريق اتصل بي السيد العضو السياسي والنائب المنسق الجهوي باسم السيد نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم الاشتراكيه، وحملوني مسؤوليه اني نقدمه للاخوه للاسف الشديد، وكيقولوا لهم حنا هذا الملف غادي نترافعوا عليه على اعلى مستوى وغادي يكون من الملفات الاوليه اللي غادي من الاولويات اللي غادي نطرحوه لا مجلس النواب ولا السيد رئيس الحكومه ولا السيد رئيس المجلس النواب ولا للسيد وزير الداخليه. اذا هذا الملف انا جيت باش ندعم ماشي باش نبان. اذا اكيد السيد الصحفي المحترم اني جيت باش هذا الملف نتبناه، هذا هو الاساس ديالي وهذا هو المسؤوليه ديالي، وهذه هي من المسائل اللي خلاتني اني انتخب باش نكون برلمانيه اللي تمثل الناس وتمثل الساكنه وتمثل المجتمع المدني. اما لو كان عندي غرض اخر كنت اليوم غادي نمشي نجلس مجلس النواب باش يقولوا هيا حضرت. انا جيت نحضر اليوم باش نكون بالجنب ديال هاد الاخوان، والحمد لله الاخوان ها هما ديال المحلات السوق المركب التجاري، راه اتصلت معاهم بالليل وقلت لهم كنتاسف اني ما نقدرش نجي انا هذا الليل، وكنتاسف اني ما نقدرش نحضر معاكم هاد الساعه، ولكن اول ساعه غدا غادي نكون معاكم والحمد لله راني معاكم. والشكر الجزيل انه حتى السيد العامل الى ما كناش حنا راه متسنا كرجل سلطه اللي جاب الليل، وكنشكره جزيل الشكر. وهذا الملف حنا غادي نشوفه لا مع السيد العامل ولا مع السيد المدير ديال المكتب للكهرباء باش غادي نشوفوا المشكل، باش غادي نشوفوا الطريقه اللي يمكننا نترافعوا عليها. وفي نفس الوقت خصنا نحميوا هاد المحلات، لان راه كل عام كل مره كتكون عندنا هاد الكارثه اللي دازت بولاد ميمون، دازت بهاد السوق ودابا للمره الثالثه. اذا حنايا غادي نعالجوا المشكل للابد، ماشي غادي نجيو نصلحوا هنا ونصلحوا هنا، يعني هاد المشكل ما خصوش يتكرر ان شاء الله. والاخوان غادي ياخذوا الحق ديالهم وما غنحملوهمش المسؤوليه ديال واحد الضرر اللي ما هما ما عندهم حتى شي علاقه به. وشكرا جزيلا.